افريقي اللي هيوصلنا ل 100,000. بص يا ابن عمي احنا بنتكلم على طوب الارض، مش عارف عند ان انت اللي هتوصلنا 100,000، مش تقريبا كده الشيطان بيضحك عليا كالعاده. بص يا صديقي العزيز، تعالى نتكلم مع بعض كده بصراحه قبل ما نتكلم على المباراه. معلش يعني انا محتاج افهم بس، هي المنصه اللي واخده ماتشات الفرق التونسيه الوديه عايزه مننا ايه؟ لا بجد والله معلش، يعني انا شفت ماتشات ريال مدريد وماتشات لبرشلونه وماتشات لمانشستر يونايتد وماتشات لمانشستر سيتي على المفتوح عادي جدا، مفيش اي مشكله. ليه اتفرج على بري سيزون للانديه التونسيه مدفوع؟ مش محتاج، يعني مش محتاج ان انا اعمل كده على فكره، ولا الجماهير محتاج ان هي تعمل كده، لان مرحله البري سيزون دي بتبقى مرحله المدرب فيها افكار والمدرب بيجرب فيها لعيبه. فمعلش يعني لو انت عايز تستغلني كجمهور استغلني، بس بشياكه، ما تستغلنيش بس بغباء قوي كده. معلش يعني بس دي كلمتين محشورين جوايا. لو انت عايز تستغل المحب والعاشق للنادي بتاعه استغله، بس استغله بطريقه تحترم فيها ادميته. انها معلش يعني مش ماتش ودي للنادي الافريقي هتشفره، ماتش ودي للترجي هتشفره. في ايه يا عم؟ بالراحه شويه. تمام يا عم انا عارف ان انت عايز تحط ايدك في جيب كل واحد وعايز تحط ايدك في جيب كل محب، بس بالراحه ركز شويه. الماتشات الوديه دي المدربين هيغيروا فيها تغييرات كتير، والمدربين هيعملوا فيها حاجات كتير، فبناء عليه مش دي الماتشات اللي انت تشفرها بالنسبه للناس. هتقول لي اه يا صديقي انت يوتيوبر مستغل مش عايز تدفع فلوس تتفرج على الماتشات. صديقي العزيز خلينا اكون صريح معاك، انا راجل عارف البري سيزون، بتفرج على البري سيزون بقالي اكتر من 15 سنه وعارف الوضع عامل ازاي. كل مدرب بيجرب افكار وكل مدرب بيجرب لعيبه، وانت كنادي الافريقي عامل صفقات كتير وعامل ماركاتو كتير، فنوعا ما اكيد المدرب هيجرب كتير، اكيد بيتوني هيبدا الشوط الاول بتشكيل وهينهي المباراه بتشكيل، ده الطبيعي وده المنطقي. مدير فني جاي على فريق مفروض ان هو عايز يعمل مشروع، فبناء عليه هيفكر كتير جدا في اللعيبه اللي عايز يعتمد عليها واللعيبه الجديده اللي هو